في حلقة هذا الأسبوع من برنامج هنا حمص، نهاية عام دراسي في ريف حمص الشمالي. مجاهدو حمص شهداء على ثرى حلب الجريحة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم في بداية الحلقة ملخصاً للأحداث الميدانية والعسكرية في محافظة حمص خلال الأيام الماضية. الاثنين، الميليشيات الشيعية في قرية الكم تستهدف قافلة مساعدات الصليب الأحمر إلى مدينة الرستن بقذيفة دبابة وتسقط 3 جرحى. الثلاثاء، غارات جوية على مدينة تلبيسة وبلدات تير معلى وقنيطرات وعز الدين في الريف الشمالي. استشهاد سيدة وسقوط جرحى جراء قصف مدفعي على مدينة تلبيسة وعدد من بلدات الريف الشمالي. قناصة ميليشيا الأسد المتمركزون في بساتين حي الوعر والجزيرة السابعة يستهدفون المدنيين في طرقات الحي. الأربعاء، تنظيم الدولة يعلن تصديه لهجوم ميليشيا الأسد شمال شرقي مدينة تدمر في الريف الشرقي. الطائرات الحربية تقصف مدينة السخنة ومحيط قرية أم قبيبة ومنطقتي المحطة الثالثة والأراك وجبل الطار في ريف حمص الشرقي. الخميس، شهيدان وعدد من الجرحى نتيجة غارات جوية على قرية عز الدين في الريف الشمالي. اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في جبهة حاج الزكبو. الجمعة، شهداء وجرحى نتيجة استمرار الغارات الجوية على تلبيسة والغنطو وعز الدين وأم شرشوح والهلالية وكيسين. جرحى بينهم طفل جراء استهداف المدنيين بالرشاشات الثقيلة في حي الوعر من قبل ميليشيا الأسد. السبت، طائرات ميليشيا الأسد توقع شهداء وجرحى خلال استهداف السوق الشعبي في مدينة السخنة بالريف الشرقي. اشتباكات متقطعة بين الثوار وميليشيا الأسد في جبهة أم شرشوح. نهاية عام دراسي في ريف حمص الشمالي بذلت في إنجازه جهود فردية ومبادرات محلية لتحقيق حد أدنى من تعليم الأطفال في المناطق المحاصرة والغائبة عن جداول المؤسسات الرسمية العربية والإسلامية والدولية والتي من المفترض أن تكون معنية بهذا الأمر. مراسلنا أنور أبو الوليد يصور لمحة من واقع التعليم في بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي. عام دراسي يشرف على نهايته هنا في ريف حمص، حيث إرادة للحياة والتعلم تصر بذورها على النمو بين الركام ويتسرب ضوءها لينير شيئا من كل هذه العتمة. معارك متكررة وقصف مستمر يتعرض له الريف الحمصي ألقى بظلاله على مختلف نواحي الحياة، ومن أبرزها قطاع التعليم والذي تأثر بشكل كبير بواقع الحصار والقصف وويلات النزوح المتكرر. والضحية الأبرز له طلبة باتوا يحفظون يوميات القتل العمد لأحلامهم وطفولتهم. المبادرات الفردية كانت حاضرة أيضاً على شكل هيئات ومكاتب تربوية تسعى جاهدة لتدارك الموقف، من بينها مبادرة لعدد من المدرسين والمدرسات بإنشاء مدرسة تعنى بدورات تقوية لطلاب المرحلة الابتدائية متكررة ومكثفة، وتحاول معالجة الضعف العلمي الحاصل نتيجة الانقطاع المتكرر وإعادة تأهيل الطلاب ودعمهم نفسيا ومعنويا. طبعا أحد الحلول اللي لقيناها لمعالجة واقع التعليم بالريف الشمالي وخاصة في بلدة الدار الكبيرة، مجموعة من الشباب المتعلمين الدارسين الأساتذة، عملنا مثل اتحاد معلمين في بلدة الدار الكبيرة على شكل نقابة مصغرة فيها 16 عضو. بدأنا بدورات حوالي 7 شعب، طبعا توسعت الفكرة، سوينا مدرسة ضخمة
حوالي 10 شعب 250 طالب مع نظام انضباط ونظام مكافآت ونظام رواتب ونظام تعليمي صارم، والحمد لله يعني على شكل دفعات طبعا، كل دفعة حوالي خمسة أشهر. هلا نحن في بصدد تخريج أول دفعة. أنور أبو الوليد لقناة حلب اليوم، ريف حمص. وللحديث في هذا الملف ينضم إلينا من الدار الكبيرة الأستاذ عبد المجيد أبو معاوية، رئيس مكتب التربية في المجلس المحلي لبلدة الدار الكبيرة. حياك الله أخي عبد المجيد. تشرفنا فيك أخي الكريم. حياكم الله. كيف انطلقت مبادرة التعليم بعد تحرير بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي؟ طبعا أخي الكريم، بعد تحرير بلدة الدار الكبيرة، طبعا بعد التحرير واجهنا صعوبات بالبنية التحتية لبلدة الدار الكبيرة، خاصة في مجال التعليم، حيث ورثنا مدارس مدمرة، بنية تحتية دون الصفر، يمكن أن نقول أنها دون الصفر، كوادر تدريسية لا يوجد ونادرة جدا لأن أغلبها خارج البلاد. لذلك عملنا بجهدنا بأقل جهد ممكن لكي ننطلق بواقع التعليم في بلدة الدار الكبيرة. نعم، يعني واضح أن معظم هذه الجهود المبذولة ربما تكون جهود تطوعية، ولكن هل من جهة رسمية تتبع مؤسسات المعارضة السورية تمول عملكم التعليمي؟ للأسف أخي الكريم، لا يوجد أي جهة رسمية من المعارضة تدعم العملية التعليمية في الريف الشمالي، حيث تتمثل قوة المعارضة التعليمية هنا في الريف الشمالي بمديرية التربية والتعليم، وإلى الآن لا يوجد هيكلية واضحة لهذه المديرية، حيث لا يوجد سوى مدير التعليم ولا يوجد موظفين ولا أي مجمعات تربوية ولا تدعم العملية التعليمية أبدا في الريف الشمالي. ونحن كمتطوعين نعمل باستقلالية تامة سواء من المعارضة أو عن النظام الأسدي المجرم. نعم، في ظل الشح في الكادر التعليمي الذي ذكرت قبل قليل أخي عبد المجيد، وشح الموارد التعليمية بشكل عام، إلى أي مرحلة دراسية يقتصر التعليم في الدار الكبيرة وفي ريف حمص عامة؟ بالنسبة لبلدة الدار الكبيرة يقتصر التعليم على مرحلة التعليم الأساسي، الحلقة الأولى والحلقة الثانية إلى الصف التاسع، وفي الريف الشمالي بشكل عام يصل التعليم إلى المرحلة الثانوية، ولكن لا تدعم المعارضة عملية التعليم الثانوي أبدا. ولكن هناك يجب أن نشير إلى جهود هيئة علماء حمص، وهي جهة مستقلة تدعم ثانويات شرعية يبلغ عددها 11 ثانوية في الريف الشمالي، وجهودها مشكورة جزاه الله خيرا في هذا المجال. نعم، ذكرت قبل قليل بعض المعوقات التي تواجهونها أو التي تواجهونها خلال العملية التعليمية، هل من معوقات إضافية؟ أخي الكريم، المعوقات، نعم يوجد معوقات إضافية، طبعا ذكرت لك البنية التحتية سيئة جدا، كوادر قليلة جدا وخبرتها قليلة، الكتب الدراسية قليلة جدا وشحيحة بسبب الحصار الذي يفرضه النظام على الريف الشمالي، والبنية التحتية كما قلت لك، والتهجير أيضا، التهجير والقصف يترك آثار سلبية عند التلاميذ، يعني مثلا يكون طالع عنده امتحان بعد كم يوم مثلا يبدأ القصف، تتوقف المدرسة، فهذا يؤثر سلبيا وتأثيرات سلبية نفسية على التلاميذ. نعم، هل تواجهون مشكلة في يعني دفع الأهالي لأبنائهم باتجاه العمل بعيدا عن الدراسة بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في مجمل ريف حمص الشمالي؟ نعم أخي، نعم أخي الكريم، هناك نسبة تصل إلى الثلث في بعض المدارس وفي بعض المناطق بسبب الفقر الشديد، بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، نجد أطفال بعمر الورود يجب أن يكون مكانهم الطبيعي هو المدرسة، نجدهم على البسطات البنزين أو في أماكن العمل الشاقة، المخابز، الأراضي الزراعية، كلها تترك تأثيرا سلبيا عند الأطفال، وهذا بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في المنطقة. نعم، والحصار طبعا. نعم، كيف تقومون تجربتكم التعليمية في الدار الكبيرة، وما الذي تحتاجونه لاستمرار هذه التجربة؟ بالنسبة لتجربتنا في بلدة الدار الكبيرة في الريف الشمالي، نحن قمنا بعمل تطوعي، مجموعة من المدرسين والمدرسات الأفاضل
قمنا بعمل نقابة مصغرة تضم 16 عضوا من المدرسين والمدرسات الأفاضل، أسميناها اتحاد المعلمين في بلدة الدار الكبيرة. نقوم بجهود تطوعية، أقمنا مدرسة متكاملة أسميناها مدرسة اتحاد المعلمين في بلدة الدار الكبيرة، ومراسلكم عمل لدينا تقرير مفصل عن ذلك. نعم ونقوم الآن بعمل معهد لغات، هو الأول من نوعه في الريف الشمالي. نعم عبد المجيد أبو معاوية، رئيس مكتب التربية في المجلس المحلي لبلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. يا حمص يا أم الحجار السودي، روحي فداء سوادك المعبودي. يا حمص يا أم الحجار السودي، روحي فداء سوادك المعبودي. يا حمص يا بلدي وأرض جدودي، تجلو الوفا المفقود، بيضاء في ظل الحجار السودي. وقفت بعزتها على درب الألم، جبارة من قطعها راعي الزمن. وقفت بعزتها على درب الألم، بلد الوفا أحجارها تاب العدم. سود النعم وتعمدت بشهيدي، لله در سوادك المعمودي. ثائر دمه بك يتجدد، ويبل حرقة أضلع وكبودي. يا حمص يا وردي وطعم خلودي، دهر قد طال البعاد عن الوطن، لي عودة ترجى فقد وقف الزمن. يا دهر قد طال البعاد عن الوطن، لي عودة ترجى فقد وقف الزمن. عد بي إلى حمص ولو حشو الكفن، عد بي حمص ولو حشو الكفن، واهتف أتيت بميت مولودي، واجعل ضريحي من حجار سودي. حمص العدية كلنا يا كعبة الأبطال إن ثراك. حمص العدية كلنا يهواك، يا كعبة الأبطال إن ثراك. غمد لسيف الله في مثواك، وجبين حر من حنان قيودي.
يا حمص يا سر الحجار السودي. أصدر جيش السنة الذي يتكون من مقاتلي مدينة حمص وريفها والعامل في ريف حلب الشمالي، أصدر بياناً نعى فيه 21 شهيداً من مجاهديه على يد وحدات الحماية الكردية الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي BAD. وكان الحزب الكردي الإرهابي قد استعرض جثامين الشهداء بأجواء احتفالية في مدينة عفرين بريف حلب، مستغلاً انشغال أهالي المحافظة بما يقع من مجازر في مدينة حلب. وللحديث في هذا الشأن ينضم إلينا من ريف حلب الشمالي الدكتور أسامة الملوحي، رئيس هيئة الإنقاذ السورية. حياكم الله دكتور. حياكم الله. حياكم الله دكتور. بداية، أبطال حمص يقضون في وعلى ثرى ريف حلب الشمالي، كيف قرأتم هذه المجزرة التي وقعت وهذا التمثيل بجثامين الشهداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني لأن برنامجكم هو بعنوان هنا حمص، فنستطرد قليلا في ذكر يعني أهل حمص الذين يجاهدون الآن في ريف حلب الشمالي. ولكن بالعموم، وأنا من حمص، من قلب مدينة حمص، من أب وأم، من عائلات حمص يعني الأصيلة القديمة، أقول لكم أن الأرض في سوريا، بل تتعدى حتى حدود سوريا، لن تكون يعني فيما يخصنا في نظرتنا أنها يعني نخصص عملنا وجهادنا تجاه منطقة واحدة. ونحن نعلم أن أهل حلب يحبون أهل حمص يعني حبا عظيما، وكذلك أهل حمص. لذلك هم أتوا إلى هنا يعني في هذه الآونة، أتوا يعملون وكأنهم في بلدهم، في مدينتهم، ويدافعون عن الأرض والعرض والدين، لأن هناك جانب عقدي يجب علينا أن لا نتردد في ذكره، لأننا اليوم أمام يعني هجوم من جهتين لهما صفتين واضحتين، يعني جهة فيها الإلحاد ظاهر باد معلن، اللي هي جهة البيدي، وهؤلاء الأحزاب، ولا نقول الأكراد، نقول الأحزاب الكردية التي تورط الشعب الكردي في ورطة عظيمة، في ورطة عظيمة تشابه تماما ورطة النصيريين التي يعني غطسوا فيها بفعل آل الأسد، الذين ورطوهم وجعلوا بينهم وبين الشعب السوري إسفين لا يستطيع أحد أن يجزم بأن هذا الإسفين سيستطيع الشعب السوري تجاوزه وتجاوز تأثيراته. لذلك ما حصل كان أمرا عظيما، وتفاصيله أن شباب حمص مع شباب الريف الشمالي الأطهار يدا بيد قاموا بعملية لتحرير الأرض التي اغتصبها هؤلاء الملاحدة، اغتصبوا أرضا ليست لهم، واعتدوا على من آواهم في الماضي ومن تعايش معهم بحب وبعاطفة طيبة نبيلة. إنهم لا نقول فقط العرب السنة، بل هم أهل هذه البلاد الطيبة، أهل الريف الشمالي في حلب، استقبلوهم ورأوهم وكانوا دائما يعني مخلصين للشعب الكردي ومحبين للشعب الكردي. لكن اليوم يجب علينا أن ندرس هذا الإسفين الذي دقه هؤلاء الملاحدة بين الشعب الكردي وبين الشعب العربي السني إن صحت التسمية في ريف حلب الشمالي. دكتور، لا بأس أن نستطرد قليلا فيما يقع في محافظة حلب عامة وفي مدينة حلب خاصة، باعتبار أنكم هناك الآن في ريف حلب الشمالي. معركة حلب اليوم وفي ضوء المؤشرات، هل تبدو معركة مصيرية اليوم بالنسبة لنظام الأسد، بحيث ممكن أن ينوي الاستمرار فيها حتى النهاية، أم هي جزء من الضغوط التي يمكن أن تسبق وتتخلل ملف المفاوضات؟
يعني الأمر يتعدى بشار الأسد، أنتم تعلمون أنه هو كان فتى إيران واليوم أصبح صبيا لعدة جهات. بهذه الكلمة، بهذه العبارة، أنا أقول لك الأمر ليس له فقط، إنما الأمر لروسيا التي تخطط من أجل حسم عسكري بإرادة إيرانية وربما حتى بتمويل إيرانية. الوضع الاقتصادي دائما أشرنا إليه، الوضع الاقتصادي الروسي الداخلي لا يسمح أبدا بدخول روسيا بمعترك يعني حرب خارجية إلى ما هنالك، ولكن التمويل ولنقل السمسرة وفيها أرباح لروسيا، السمسرة لها وجه إيراني، لها طرف إيراني. على كل الأحوال نقول أن التحالف الإيراني الروسي البشاري، ولنزد في ذلك ولنقل الأوبامي الأمريكي، أو أمريكا، يجب علينا أن نركز على من يعني على جهة تختلط الأمور تجاهها عند الناس، فمنهم من يقول أنها ليست عدو، والبعض يقول أنها عدو، ونحن نقول لهم من على الأرض أمريكا اليوم تمارس أفعال وليست بخافية على الثوار على الإطلاق، أفعال عدو. نعم. أفعال عدو، أفعال طرف معادي. نحن جميعا نعلم كسياسيين أن أمريكا تستطيع أن تضغط على روسيا ببساطة لتجعلها تتوقف عن ما في بالها من قضية الوهم بالحسم العسكري. الحسم العسكري هو يعني أمنية بشار السفاح، وهو الأمر الذي أتت به روسيا، وكل ما يجري من مفاوضات وحتى من هدن إنما هو عملية خداع دبلوماسي، خداع دبلوماسي، خداع سياسي للتغطية على عمليات عسكرية ترمي إلى الوصول إلى حسم عسكري، طبعا بالتعاون مع الأطراف المدعومة من أمريكا اللي هي قوات سوريا الديمقراطية، ليكون هناك في النهاية استسلام. نعم. مفاوضات، استسلام كامل لهذا الشعب السوري المنتفض العظيم. نعم. بالعودة إلى معركة حلب دكتور أسامة، يعني كيف سيكون انعكاس هذه المعركة على مجمل الوضع الميداني في سوريا، وعلى أيضا الوضع الميداني والإنساني في ريف حمص؟ يعني بلا شك حلب اليوم هي في يعني موضع القلب، لأنها الآن تتعرض إلى هذا الذي ترونه ومع الصمت العالمي طبعا، وبالتالي إرادة النظام وإرادة روسيا وإرادة إيران هي في مواجهة إرادة الشعب السوري. هذا الأمر المعنوي خطير للغاية، هذا الأمر المعنوي هو استراتيجي للثوار، والحفاظ على حلب وعدم سقوط حلب هو أمر حيوي واستراتيجي للثوار، ويعني الاستمرار بالمعركة والاستمرار بالمواجهة حتى نخرج من هذا الظرف العصيب إلى ظرف أفضل، مع وجود يعني تغيرات مطلوبة في الوضع الإقليمي والدولي، لأن الجميع يتفرج والجميع شريك إما بالمراقبة أو حتى بالتسهيل ليسهل لهذا النظام الفاشي، النظام المجرم ومن معه. نعم دكتور، يعني الميليشيات الشيعية في قرية الكم الموالية في ريف حمص استهدفت يوم الاثنين الماضي قافلة مساعدات متجهة إلى الرستن، قافلة مساعدات تتبع الصليب الأحمر وبالتالي الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لم تعلق على هذا الاستهداف بالمطلق، بينما ربما لو كان هذا الاستهداف من قبل فصائل سنية أو فصائل ثورية أو فصائل معارضة لنظام الأسد ربما لدندنت بهذا الأمر طويلا، كيف قرأت ذلك؟ الأمم المتحدة يا سيدي شريكة، وقلنا ذلك مرارا بالأدلة بدون يعني كلام عاطفي، أقول لك حتى بالأرقام، يعني هم كشفوا عن تقارير تثبت تورط جهات وموظفين يعني بمراتب عليا في الأمم المتحدة تورطت مع هذا النظام، بل هناك من يعني شارك بالسمسرة وبيع المساعدات خارج المناطق المحاصرة. الأمم المتحدة شريكة، هناك أكثر من ذلك، لدينا أدلة على أن الأمم المتحدة ساهمت في المخيمات بما يسمى بحرب النخاسة، بتزويج الفتيات السوريات الصغيرات إلى كبار السن من كل الأقطار. نحن نتكلم اليوم عن دور مشبوه لمعظم منظمات الأمم المتحدة التي اشتغلت في سوريا. نعم. لذلك الأمم المتحدة اليوم هي طرف غير نزيه
غير موثوق، غير مأمون بالنسبة للشعب السوري المنتفض. يعني هناك كلام كثير كثير، هناك منتفعين، يعني المساعدات والأرقام التي تأتي كهيبات للشعب السوري في هذه الظروف العصيبة يذهب أكثر من نصفها، رواتب للموظفين وآليات للموظفين وخدمات لوجستية لإيصال المساعدات والتفاصيل كثيرة. يا سيدي لا يصل إلى شعبنا السوري يعني عشر معشار ما يقدم من هبات ومن أرقام من دول مانحة. لذلك الأمم المتحدة إذا أضفنا إليها الدور الذي فيه بان كي مون يعني يمتعض ويعني يظهر القلق في أحسن الأحوال تجاه عشرات ومئات الألوف من الضحايا الذين يسقطون أمام يعني أعين الجميع، هذا الأمر الحقيقة يجعلنا نجزم بدور مشبوه للأمم المتحدة. أشكرك. ليس فقط تقصير وإنما مشبوه ومنسق مع النظام السوري في كثير من المجالات. شكرا لك الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، كنت معنا من ريف حلب الشمالي. حياكم الله. حياكم الله. ختام هذه الحلقة من برنامج هنا حمص، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.